انا بس نفسي اطلب منك طلب يا شريف، الطلب ده ما اتعملش من الثمانينات. انا تحت امرك. يعني اللي انا هقوله ده دلوقتي يمكن الناس تضحك عليا. ارجوك انا بوجه التحيه من خلالك لامي واختي واختي التانيه ومراتي وعيالي والاهل اللي ما شفتهمش بقالي كتير، سلامي ليهم واحب اسمعهم اغنيه. أيوة. انا بعشقك. وحشتنا مصر. ربنا ربنا نرجع يا جماعه بناء على طلب الجماهير. يا سيدي يعني ربنا يطمنك عليهم ويطمنوا عليك وهم اكيد اسعد ناس بان هم شايفينك دلوقتي والناس حواليك بتقول ايه وشايفين ازاي انه اسم احمد السقا بيقدر مش بس في مصر بيقدر في كل مكان هو بيبقى موجود فيه. الفضل لله فضل لله. تحب تسمعهم اغنيه ايه بقى؟ تسمعني اغنيه ايه؟ ايوه ما نكمل يعني يا حبيبتي يا مصر. انا بعشقها. يا حبيبتي يا مصر. يا مصر.